عقدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري اجتماعا مع أعضاء لجنة الشؤون الصحية المركزية بالحزب برئاسة اللواء صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب منسق حملة المرشح الرئاسي، وذلك بالمقر المركزي للحملة الانتخابية في القاهرة الجديدة. تناول اللقاء خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة في الداخل المصري، فضلا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح الرئاسي وتسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج والتي تهم الشارع المصري.